السلف بلغ من شأنهم أنه ذكر عن بعضهم أنه إذا سمع الأذان وكان في مهنته يقطع فورا، حتى ذكر عن بعضهم أنه كان حدادا فإذا أذن وقد رفع مطرقته لا ينزلها إنزالا وإنما يسقطها إسقاطا، لأنه سمع الله أكبر فانقطعت الدنيا. يبادرون ويسارعون، يقومون إلى الصلاة نشيطين أكثر من نشاط أهل الدنيا لدنياهم. فالتأخر إذا كان لغير عذر يدل على تكاسل ويدل على ضعف إيمان،